بس هيدي الملفات اللي عم يطرحها المنايمني الوزير النائب المنايمني، قال يفترض انه يكون محلها مجلس النواب وهي بداخل اللجان وداخل الهيئه العامه بدل الذهاب الى حوارات رديفه. في ظل مش الحوار على ملفات، انما الحوار لانتاج مواصفات الرئيس. نحن ما لازم نروح نفكر باسم الرئيس اليوم لانه لن نصل لشيء، ولكن اذا حكينا عن ملفات بيطلع من عندنا جوب ديسكريبشن حول الرئيس اللي بده للفتره المقبله، رئيس قادر يقدر يفاوض باسم اللبنانيين على المستوى الدولي على مثل ما عم تعمل الخماسيه بعد عم تقول حاليا هي بمرحله مواصفات ولم تدخل بعد بمرحله الخماسيه لن تستطيع انتخاب رئيس جمهوريه، الخماسيه دورها يكون ضامن والضاغط على الأطراف اللبنانية ومن خلال المواصفات. أنا بدي أوظف حدا بمدير بروح بطرح الأسماء أو بروح بطرح المواصفات لوظيفة هذا المدير. أنا بدي مواصفات، بدي رئيس ما يكون يحابي فريق على فريق أو يجافي فريق على فريق، بل للجميع، فريق لجميع اللبنانيين، بيقدر على المجتمع الدولي، بيقدر يفاوض، بيقدر يحكي بالملفات، ولكن عنده وجهة نظر من هاي الملفات الخمسة ومنها التسوية، لأن التسوية جزء أساسي للاستقرار ولديمومة الاستقرار. فبالتالي نحن من هذا المنطلق نستغل كلام السيد حسن نصر الله حول انه رئاسة الجمهورية مفصولة عن ما يحصل في غزة. ألا يفترض انه اول موضوع يترجم السيد نصر الله بقبول بالمرشح الثالث، يعني كقوة تغييرية قبلته بالذهاب الى مرشح ثالث، واليوم عم تحكي عن مواصفات رئيس وسطي تسووي وغيرها، شفناها حتى عند فرق المعارضة الاخرى عم بيقول نحن ذاهبون الى خيار طرح الثالث. المشكلة بعدها عند الثنائي اللي عم بيقول نحن متمسكين بمرشحنا، بعدها عند الجميع، وقت فريق عم افرقاء عم يطرحوا اسماء لن نصل الى حل. الحل يبدا انه حقيقه يعني بعد سنين من الهلاك والفساد، واوصلنا الى الهلاك، السياسه التقليديه لم تعد تجدي نفعا، والمطلوب اليوم هو الكلام والعمل، ما يريده الناس وما ينفع الناس من كرامتهم وفي الحياة، مثل الطبابة والاستشفاء والمدارس والهوية اللبنانية. السياسة التقليدية العقيمة، دكتور محي الدين، بدنا دولة السياسة عظيم. نحن كيف بدنا نعمل دولة عن تمام. هذه ليست شعارات، السياسة التقليدية العقيمة، التحالفات العقيمة أولدت فاسدين منعوا قيام الدولة، منعوا محاربة الفساد، منعوا استقلالية القضاء. نحن نريد الدولة القوية القادرة العادلة. كيف بتكون؟ عبر تطبيق الدستور، عبر سن القوانين وتطبيق القوانين، عبر فصل السلطات للقيام بالإصلاحات المطلوبة بانتظام عمل المؤسسات. لا يمكن أن تكون دولة بدون رأس. هذه كل الأمور بنطرحها بانتخاب رئيس، إيجاد المواصفات المطلوبة. إذا بقينا 50 مرة نقعد نحكي عن أسماء لن نصل إلى حل. كل اسم راح يحترق، كل اسم أي فريق بيطرحه راح يحترق. المطلوب اليوم المواصفات، وعندنا نحن مشكلة مزمنة بالرئاسة الجمهورية، ليست وليدة اليوم. فبالتالي نحن بنكون عالجنا المشكلة الآنية وعالجنا المشاكل اللاحقة في مقاربة انتخاب رئيس جمهورية. لا يمكن أن نوظف إنسان إلى وظيفة بالاسم فقط من دون طرح المواصفات والجوب ديسكريبشن. طيب اليوم لما يقول السيد نصر الله، وحضرتك كنت عم تقول عم بتعيد كلامه، انه لن نوظف ذلك في الداخل، ولكن لا. حكيت انه بال 96 كان عندنا نصر دبلوماسي وليس نصر سياسي. شو السبب؟ سبب النصر الدبلوماسي وقت اللبنانيين وقفوا كلهم كلمه واحده في وجه العدو الصهيوني. اليوم هناك شرخ، تشرذم.